السلام عليكم أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من موضوع الجغرافيا. سنتعلم اليوم عن المواصلات الجوية والبحرية في القسم الأول من هذا الدرس، المواصلات الجوية في إسرائيل. إذن المواصلات الجوية موضوعنا في هذا الدرس. ماذا سنتعلم اليوم أعزائي الطلاب؟ إذن سنتعلم عن أهمية وظيفة المواصلات بشكل عام لاقتصاد الدولة. سنتعلم أيضا عن مميزات المواصلات الجوية وأهميتها. سنتحدث أيضا عن موضوع الاعتبارات المختلفة لموقع المطارات في إسرائيل، وكذلك عن مشروع مطار نتباج 2000 ومعاينة البدائل لهذا المطار. سنتحدث أيضا عن مطار رامون، عن أفضليات وسلبيات الموقع. سنتحدث أيضا عن إغلاق مطار سديدوف في بالقرب من مطار بن غوريون، وعن مناقشة الاعتبارات لهذا الإغلاق. أو في النهاية سنتحدث أيضا عن نتائج موقع الموانئ على البيئة في إسرائيل، ولربما نتحدث عن الموضوع في الجزء الثاني من هذا الدرس. إذن أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في هذا الدرس. إذن أهمية المواصلات في التطوير الحيزي. المواصلات أو شبكة المواصلات أهمية كبيرة جدا كبنى تحتية في الدول المتطورة اليوم. إذن تعتبر المواصلات طريقة لتطوير الروابط الاقتصادية بين المناطق المختلفة. كيف يحدث هذا؟ عمليا في كل دولة بالعالم هناك مركز اقتصادي وهناك هوامش اقتصادية. كلما كانت شبكة المواصلات متطورة بين الهوامش الاقتصادية والسكانية وكذلك بين مركز البلاد الاقتصادي، كلما كانت هذه الشبكة التي تصل بين هذه الأطراف عمليا متطورة وسريعة. فلذلك تحدث عمليا شيء مهم جدا ومحمود بالنسبة للاقتصاد المحلي، إذن الربط الكبير بشبكة مواصلات متطورة بين الهوامش والمركز الاقتصادي يجعل عمليا الدولة ذات تطور وتشابه كبير. عندنا شبكة المواصلات تزيد من فرص العمل في الدولة. كلما كانت شبكة المواصلات متطورة يمكن الانتقال إلى المناطق المختلفة من الدولة والوصول إلى مراكز العمل المختلفة، وبهذا فإن فرص العمل المختلفة تزداد في الدولة، كذلك الأجور ترتفع وكذلك مستوى الحياة يرتفع. تساهم شبكة المواصلات في توفير خدمات مختلفة مثلا الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بشكل منتظم. نعم، كلما كانت شبكة المواصلات متطورة يمكن الذهاب للتعلم في كل منطقة في البلاد، لأنها تصبح عمليا الوقت المطلوب للوصول إلى هذه المؤسسات أقل بكثير. بينما إذا كانت شبكة المواصلات غير متطورة الوصول إلى أنحاء الدولة ومناطق مختلفة عمليا بصعوبة ما. كذلك الوصول إلى الخدمات الصحية يصبح أسهل وأفضل، وهذا الأمر يجعل عمليا الخدمات الصحية أفضل بكثير. إذن عمليا تساهم شبكة المواصلات المتطورة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بشكل منتظم لكل السكان الذين يعيشون في كل أرجاء الدولة. أيضا تزيد من معدل الدخل ومستوى الحياة لدى السكان. كلما تطورت شبكة المواصلات إذن الدخل يرتفع ومستوى الحياة يرتفع بسبب تحسن مستوى الحياة وتحسن بجميع الخدمات المختلفة في الدولة، وكذلك بسبب تحسن الاقتصاد، بسبب تحسن مرافق الحياة المختلفة، بالنهاية تؤدي إلى ارتفاع الدخل وكذلك ارتفاع مستوى الحياة بشكل كبير. النتيجة كلما تطورت شبكة المواصلات تتطور وتزداد فرص التنمية في الدولة بشكل كبير. إذن هذه نتيجة حتمية لشبكة المواصلات المتطورة. لذلك تعمل الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة لتطوير شبكة المواصلات، لأن لهذا التطور عملية نتيجة محمودة على الاقتصاد المحلي. لذلك كل دول العالم تعمل جاهدة لتطوير شبكة المواصلات، شبكة المواصلات المختلفة، المواصلات البرية والمواصلات الجوية لتربط الدولة مع خارج البلاد، وكذلك شبكة المواصلات العمومية مثل شبكة السكك الحديدية والقطارات،
وكذلك المواصلات العمومية والمواصلات الفردية مثل المركبات الخاصة. إذا كل هذه المركبات إذا تطورت بشكل جيد عمليا هناك انعكاس كبير وجيد على الاقتصاد في الدولة. إذا أعزائي الطلاب تتبع بشكل مباشر الرحلات الجوية في خارطة تفاعلية مباشرة عمليا ما نشاهده هنا أعزائي الطلاب نشاهد عمليا أن هناك عدد كبير جدا من الرحلات التي تجوب أرجاء المنطقة بشكل مباشر الآن. هذه الخارطة التفاعلية عمليا تعكس لنا مدى عمليا وجود رحلات جوية في فترة في بشكل مباشر في المنطقة. لكن نلاحظ عمليا بسبب في الفترة الأخيرة بسبب أزمة الكورونا نلاحظ انخفاض كبير جدا بشبكات بالرحلات الجوية في العالم بشكل عام وكذلك أيضا في المنطقة هنا. لكن في الأيام العادية أو بالفترات العادية نلاحظ أن هناك شبكة معقدة وعدد دائرات كبير تجوب الجو في ساعات المباشرة وذلك بسبب تطور شبكة المواصلات الجوية في العالم وكذلك في دولتنا. إذن عمليا نلقي النظرة عن بعض مركبات هذا القطاع من المواصلات الجوية في بلادنا. حركة الطائرات المسافرين والحملات في المطارات بين سنة 1980 واليوم حتى 2018. إذن في السنة بالسنوات المختلفة وكذلك عمليا المركبات هذه حركة الطائرات أو الرحلات. إذن نشاهد أعزائي الطلاب التغير عمليا والتوجه للتغير في هذا الجدول. بسنة 1980 هناك ما يقارب 21 ألف رحلة جوية بينما هناك ارتفاع مستمر بين السنوات من 1990 2010 و 2018 ارتفاع من 21 ألف رحلة سنوية إلى ما يقارب 105 وأكثر من ذلك 145 ألف رحلة جوية في السنة الواحدة. أي أن هناك زيادة كبيرة جدا بعد الرحلات الجوية في بلادنا أو في مطارات بلادنا وهذا يدل على تطور كبير جدا بشبكة المواصلات الجوية في إسرائيل. لنشاهد المركب الثاني لهذه الشبكة المواصلات أو المواصلات الجوية المسافرين أو أعداد المسافرين. نلاحظ أن هناك 2847 مسافر في ألف مسافر في السنة الواحدة هذه المصطلحات بالألاف بينما بسنة 1990 هناك زيادة لتصل بسنة 2018 إلى ما يقارب 22 مليون مسافر في السنة الواحدة وهي زيادة من 2 مليون 22 بما يقارب زيادة تشابه 11 ضعفا بعدد المسافر. أي هناك زيادة هائلة أيضا بعدد المسافرين. إذا تحدثنا عن زيادة بالرحلات الجوية ينعكس هذا أيضا بزيادة بأعداد المسافرين في السنة الواحدة من 3 مليون ما يقارب 3 مليون إلى ما يقارب 23 مليون مسافر في السنة الواحدة. وكذلك من حيث الحمولات أو الحمولات التجارية بالطائرات بسنة 1980 هناك ما يقارب 105 ألاف طن من الرحلة من الحمولات التجارية إلى ما يقارب 334 ألف طن من الحمولات التجارية وهناك زيادة كبيرة لكن ليس في قطاع المسافرين. إذن عمليا هناك زيادة كبيرة جدا وتطور هائل جدا على المواصلات الجوية في إسرائيل في قطاع المسافرين أو الرحلات المدنية وليست الرحلات التجارية. لكن ما نستدل إليه هنا من هذا الجدول أن عمليا هناك تطور كبير جدا في المواصلات الجوية في بلادنا. إذن هناك أسباب للزيادة بأعداد الرحلات وكذلك المسافرين والحمولات. ما هي الأسباب عملية الزيادة الكبيرة جدا أو التطور بالمواصلات الجوية في إسرائيل؟ السبب الأول هو الزيادة الطبيعية العالية وأعداد زيادة كبيرة جدا بأعداد السكان التي تزيد من طلبها على الرحلات الجوية. لكن أيضا هناك ارتفاع كبير من مستوى الحياة. عندما يرتفع مستوى الحياة بشكل كبير هناك طلب كبير جدا على الرحلات الجوية لأننا بحاجة إلى السفر للتعلم خارج البلاد. هناك حاجة أو هناك طلب كبير جدا على الرزمات السياحية والسفر خارج البلاد من أجل الاستجمام والسياحة. كذلك هناك موجات الهجرة هناك زيادة موجات الهجرة إلى البلاد في العالم بسبب عدة عوامل تتعلق بالعالم وتتعلق بدولة إسرائيل.
النتيجة هي زيادة أعداد المهاجرين للبلاد القادمين بالأساس على متن الطائرات والرحلات الجوية. إذا ارتفاع مستوى الحياة، الزيادة الطبيعية وموجات الهجرة الكبيرة للبلاد تزيد من الطلب بشكل كبير عمليا على الرحلات الجوية إلى بلادنا. كذلك هناك أيضا ظاهرة العولمة التي تجوب العالم والتي تؤثر على العالم بشكل كبير، والعولمة عمليا تؤدي إلى اقتراب العالم من بعضه وتحول العالم المتباعد الأطراف إلى قرية صغيرة واحدة، وذلك عمليا يؤدي إلى الزيادة بالتنقل بالرحلات الجوية في العالم. وكذلك بسبب تحول مدينة إلى مركز سياحي مهم عالميا والانتقال إلى مدينة لا تتم عمليا بالأساس بالرحلات الجوية. كذلك هناك سياسة مهمة جدا وهي سياسة السماء المفتوحة. ماذا نقصد بالسماء المفتوحة؟ عمليا هو انخفاض أسعار الرحلات الجوية وأعداد الرحلات بين إسرائيل ومن دول العالم بأسعار رخيصة جدا بسبب سياسة السماء المفتوحة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة، أدى إلى انخفاض كبير جدا بأعداد بسعر الرحلات الجوية، وكذلك زيادة بعدد الشركات العالمية التي تعمل في إسرائيل وخصوصا الشركات قليلة التكلفة، وكذلك في تحسين الخدمات أو البنى التحتية والخدمات في مجال الرحلات الجوية في البلاد. هذا الأمر أدى إلى زيادة في الطلب على الرحلات الجوية وانخفاض أسعار الرزم السياحية مما زاد الطلب على الرحلات الجوية في بلادنا. إذن سياسة السماء المفتوحة هي عمليا سياسة حكومية متبعة حكومية كما هو متبع بالدول المتطورة بالعالم من أجل تخفيض التكلفة وزيادة المنافسة بهذا المجال، مما أدى عمليا إلى انخفاض تكلفة الرحلات الجوية وإلى زيادة الطلب على الرحلات الجوية من قبل المواطنين في البلاد بنسبة هائلة جدا. إذا موقع المطارات في إسرائيل أعزائي الطلاب، بالنسبة لموقع المطارات في إسرائيل هناك عدة اعتبارات موقع المطارات، لكن نتحدث أولا عن موقع المطار. المطار الأكبر في إسرائيل أو المطار الوطني لإسرائيل هو مطار بن غوريون، وهو المطار الوطني المطار الأكبر وهو مطار الدول الأهم في إسرائيل. هنا مطار بن غوريون هو المطار الكبير مطار القومي لدولة إسرائيل، يقع في مركز البلاد في القرب من مدينة تل أبيب، وهو عمليا المطار الدولي الأكبر في البلاد لكن أيضا يقع في مركز البلاد. ها هنا هناك سلبيات وإيجابيات لهذه الظاهرة بشكل كبير سنتحدث عنها لاحقا. هناك أيضا مطار دولي كبير وهو مطار رامون الحديث الذي بني مؤخرا، وهو مطار دولي بديل مطار إيلات، ويقع عمليا شمال مدينة إيلات بالقرب من المتنزه الوطني تمناع في جنوب البلاد. ها هنا موقع مطار رامون. إذن لدينا مطارين دوليين كبيرين وهما مطار بن غوريون ومطار رامون، لكن أغلب الرحلات المتوفرة هي تصل إلى مطار بن غوريون الذي يعتبر المطار الأكثر حيوية في إسرائيل، وهو المطار الأهم لكونه موجود في مركز البلاد ويخدم مجموعات سكانية كبيرة، وكذلك موجود في المركز. إذن غالبية السكان في حتى في الأطراف يفضلون القدوم إلى مطار بن غوريون لأن الوصول من المركز إلى أطراف هو سهل جدا نسبة إلى المطار الآخر. كذلك هناك لدينا مطار صغير نسبيا وهو مطار حيفا الذي يقع هنا في القرب من وادي الكيشون في بالقرب من مدينة حيفا هنا، لكنه مطار صغير جدا، والرحلات الدولية أو المعدة إلى دول خارج البلاد عمليا هي رحلات قليلة جدا. هناك أيضا مطارات صغيرة في أنحاء الدولة المعدة بالأساس للرحلات الداخلية في شمال البلاد وكذلك جنوب البلاد، وهي عبارة عن مطارات صغيرة تخدم رحلات محددة وقليلة إلى مركز البلاد في الأساس، لكنها عمليا مطارات لا الثقل أو الأهمية الجوية هي أهمية قليلة وليست أهمية كبيرة، لكن بعض الشركات المحلية تسير بعض الرحلات الجوية إلى هذه المطارات. هناك مطار آخر وهو مطار عفدة وهو مطار دولي هنا في منطقة النقب، هنا يوجد مطار كبير نسبيا وهو مطار عفدة الذي كان يعد في السابق مطار دولي، واليوم عمليا أغلق هذا المطار في عام 2019 لصالح مطار رامون الذي بدأ يعمل للرحلات الجوية الدولية. إذن
حولت إلى أن أغلق في سنة 2019 وحولت الرحلات إلى مطار رمون وهو المطار الحديث والجديد لإسرائيل في منطقة جنوب البلاد الذي يعد عمليا بالأساس معد لوصول السواح أو إلى للاستجمام في منطقة إلى. إذن عمليا هناك عدة مطارات في إسرائيل، لكن المطار الأكبر والمهم عمليا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الجوية هو مطار بن غوريون الذي يقع في مركز البلاد في مدينة تل أبيب، وهو المطار الذي تصل إليه غالبية السواح والقادمين من خارج البلاد، وكذلك هو المطار الذي يخدم عمليا سكان إسرائيل. أي أغلب الرحلات الجوية عمليا التي تصل إلى خارج البلاد وحتى إلى داخل البلاد تخرج من مطار بن غوريون. نشاهد أيضا المسافرين إلى خارج البلاد وعدد المسافرين الداخلي بين سنة 1980 حتى عام 2018. إذن المسافرين الداخلين إلى البلاد في سنة 1980 هناك ما يقارب 1,400,000 مسافر قادم إلى البلاد أو داخل إلى البلاد، لكن هذا العدد يزداد بشكل مستمر ويزداد بشكل كبير. لكن المميز المهم جدا أن الزيادة بالسنوات الأخيرة هي كانت زيادة رهيبة وزيادة كبيرة بأعداد السواح أو المسافرين القادمين إلى البلاد أو الداخلين البلاد. لكن ماذا عن المسافرين لخارج البلاد؟ أيضا هناك المسافرين لخارج البلاد، هناك أيضا زيادة كبيرة جدا بأعداد المسافرين الخارجين من البلاد. إذن ماذا نستنتج من هذا الجدول؟ نستنتج عمليا أن هناك تشابه بين عدد المسافرين الداخلين البلاد وبين عدد المسافرين الخارجين من البلاد. خمس سنوات من السماء المفتوح. إذن ما هو مصطلح عمليا السماء المفتوح؟ كما تحدثنا سابقا مصطلح السماء المفتوح هي السياسة حكومية المعدة لزيادة التنافسية في مجال المواصلات الجوية بين الشركات المختلفة. هذه المنافسة تؤدي عمليا إلى زيادة أعداد الشركات العالمية العاملة في مطار بن غوريون بالأساس. هذه المنافسة تؤدي إلى انخفاض التكلفة الرحلات الجوية، لكن من الناحية الأخرى تؤدي إلى زيادة بأعداد المسافرين، بالنهاية تؤدي إلى زيادة بالأرباح لدى الشركات وإلى تحسن الخدمات الجوية للشركات المختلفة بسبب زيادة المنافسة. إذن بعد خمس سنوات من اتباع هذه السياسة هناك زيادة ما يقارب 200% بعدد الشركات، خصوصا شركات التكلفة المنخفضة، وهي الشركات التي تسير رحلات بأسعار منخفضة بين أنحاء العالم والتي تربط بإسرائيل. هناك زيادة 40% بأعداد المسافرين للدولة. نسبة الرحلات المنتظمة من مجموع الرحلات هناك بالزيادة كبيرة جدا، وكذلك هنا زيادة حوالي ما يقارب 5% بأعداد الطائرات التي تعمل في البلاد. أيضا هناك زيادة بأعداد الأماكن المقصودة أو الأهداف التي نصل إليها في أنحاء العالم، ما يقارب 25% من الأهداف الجديدة. في النهاية تعمل في إسرائيل ما يقارب 110 شركات جديدة، وهو عمليا رقم قياسي. وهناك أيضا الأمر المهم جدا هنا أن هناك انخفاض كبير جدا بأسعار الرحلات المباشرة بين دول العالم، مما يؤدي إلى زيادة أعداد المسافرين، انخفاض بما يقارب 18% بالأسعار الرحلات الجوية إلى أوروبا، 15% إلى شرق أوروبا، 3% انخفاض بما يقارب 3% إلى الشرق الأقصى، وحوالي 14% إلى شمال أوروبا، وانخفاض أكبر أيضا إلى مناطق أخرى في العالم. حتى أن في السنة الماضية هناك انخفاض أكبر من هذه النسبة، أي أن هناك انخفاض في الرحلات، في أسعار الرحلات المباشرة إلى أنحاء العالم، وزيادة بأعداد المسافرين وتحسن بالخدمات في الرحلة في قطاع الرحلات الجوية. أي أن عمليا سياسة السماء المفتوحة التي هي عبارة عن سياسة حكومية للالتحاق بالدول الغربية في هذا المجال تؤدي بالنهاية إلى تطور قطاع الطيران في إسرائيل والرحلات الجوية في إسرائيل. أعزائي الطلاب، نخرج الآن إلى فاصل قصير واستراحة قصيرة لنعود بعدها لإكمال موضوعنا عن
المواصلات الجوية في إسرائيل. إلى اللقاء بعد قليل أعزائي الطلاب.
أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب بالقسم الثاني من هذا الدرس. نكمل حديثنا هنا عن سياسة السماء المفتوحة، وهي سياسة التي أدت إلى تحسن الخدمات رحلات الجوية في إسرائيل وإلى تطور قطاع المواصلات الجوية بشكل كبير. إذا تحدثنا عن زيادة كبيرة بعدد الشركات، زيادة بعدد المسافرين ونسبة الرحلات المنتظمة، أعداد الطائرات أيضا العاملة في البلاد، وكذلك زيادة بالأماكن المقصودة، وكذلك زيادة بعدد الشركات الطيران والرحلات الطيران. الأمر الذي أدى بالنهاية إلى انخفاض أسعار الرحلات المباشرة، انخفاض كبير جدا بأسعار الرحلات إلى أوروبا وإلى شرق أوروبا، إلى شرق الأقصى وإلى أمريكا الشمالية، وكذلك إلى الأنحاء الأخرى من العالم بشكل كبير. إذن السماء المفتوحة أو سياسة السماء المفتوحة أدت عمليا إلى تطوير المواصلات الجوية بإسرائيل بشكل كبير، خصوصا إذا تم القياس هذه الأمور مع الدول المجاورة التي لا تتمتع بهذه السياسة. إذن لنتمعن جيدا بهذه الرسومات البيانية التي تصف عمليا توجهات بحركة الحملات الجوية بين السنوات 2002 إلى 2017. إذن عمليا هناك أيضا تغير كبير جدا بالحملات الجوية، وهي عبارة عن حملات تجارية التي المنقولة جوا بين إسرائيل والدول الأخرى، وبين حركة التصدير وحركة الاستيراد، لأن هناك منتجات لا يمكن عملية نقلها إلا بواسطة المواصلات الجوية، وخصوصا منتجات غالية الثمن أو المنتجات قصيرة العمر. إذن عملية هناك تغير، توجه تغير، لكن التوجه الأساسي هو عملية انخفاض بعدد الحملات الجوية بالسنوات الأخيرة وارتفاع في السنوات الأخيرة. إذن هناك توجه بانخفاض وارتفاع في السنوات الأخيرة، وهذا بسبب عمليا تطور المواصلات الأخرى التي يتم نقل المواد هذه بشكل جيد أيضا بواسطة المواصلات البحرية وغيرها من المواصلات. لكن عمليا هناك انخفاض وارتفاع لنصل إلى نفس المستوى الذي كان عليه سابقا. لنتحدث الآن عن عوامل موقع المطارات في إسرائيل. هنا نشاهد أعزائي الطلاب صورة جوية لمطار بن غوريون، ونشاهد هنا عمليا أن المطار بن غوريون الموجود في منطقة تل أبيب أو في مركز البلاد عمليا يستحوذ على مساحة كبيرة جدا من الأراضي الفراغ في هذه المنطقة، لأنه عمليا نتحدث نحن عن منطقة حيوية جدا للبلاد، يوجد فيها أهم مطار في إسرائيل الذي يحتاج إلى مساحات كبيرة جدا، مساحات للتخزين ولنقل المسافرين ومدرج الطائرات وغيرها من المساحات. إذا نحن نتحدث عن منطقة مطار مهم جدا والأكبر في إسرائيل، الذي يستحوذ على مساحة كبيرة جدا من الأراضي الفراغ في أهم منطقة حيوية في البلاد. إذا عمليا هناك مدرج مع عدة مدرجات جوية، مدرج للهبوط ومدرج الهادئ، وهناك أيضا عندنا مباني المسافرين والترمينال، وكذلك مباني أخرى حيوية بالنسبة لهذا المطار الذي تقع في مناطق حيوية جدا في إسرائيل. إذا مطار بن غوريون كما نشاهد في هذه الخريطة موجود في بين أهم منطقة سكانية ومنطقة المركز، منطقة تل أبيب والمدن المحيطة بها، وهي منطقة ذات أهمية سكانية واقتصادية كبيرة جدا. كذلك أيضا يتواجد هذا المطار بالقرب من أهم محاور المواصلات الرئيسية، مثل شبكة سكك الحديد الرئيسية في البلاد، وكذلك شبكة المواصلات البرية أو العادية الموجودة في المنطقة، مثل شارع رقم 6 وهو عنق المواصلات الأهم في البلاد. ليس هذا فقط، إنما عمليا المطار يتواجد في بالقرب من أهم شبكة مواصلات رئيسية في البلاد، شبكة مواصلات برية وسكك حديدية كذلك، وكذلك قريب من أهم منطقة سكانية واقتصادية في إسرائيل. وهذا ما يجعل هذا المطار هو أهم مطار في إسرائيل، لأن عمليا الوصول من هذا المطار إلى باقي أنحاء البلاد هو عمليا شيء سهل المناع. سننتقل الآن لنتحدث عن مشروع مطار بن غوريون 2000، ومشروع ما يسمى أو يدعى بمطار نتباج ألباين. إذن عمليا هو مشروع
زاد من قدرة استيعاب المسافرين إلى 16 مليون مسافر في السنة الواحدة. عمليا نحن نتحدث عن مشروع لتطوير مطار بن غوريون القديم لمطار بن غوريون الحديث الذي يسمى مشروع نتباج ألباين أو نتباج ألفين. إذن هو عمليا مشروع لزيادة قدرة استيعاب المطار بعدد كبير جدا. أيضا إقامة هذا المشروع تزامنت مع صعوبات لم يتم حلها حتى الآن، مثل مشاكل الضجيج بسبب كون المطار موجود بالقرب من أهم منطقة سكانية في سرية منطقة المركز، لذلك الضجيج يؤثر بشكل كبير أيضا على المناطق المجاورة. وأيضا التلويث، وخصوصا تلويث الهواء والتربة في المنطقة الذي يحدثه هو المطار وشبكة المواصلات، لأن المطار يؤدي إلى تطور شبكة المواصلات إلى تطوير شبكة المواصلات وكذلك تطوير شبكة أخرى من الخدمات تؤدي إلى عمليا إلى تلويث كبير في المنطقة. أيضا الجد يدل أن المشروع وصل إلى درجة استيعابه القصوى عمليا بسبب تطور المطار، أدى إلى عمليا إلى الزيادة بعدد المسافرين ولوصول إلى قدرة المطار القصوى بفترة زمنية قياسية وقصيرة. ولذلك اليوم نتحدث عن تطوير شبكة المواصلات الجوية والمطارات في إسرائيل من جديد، لأن عمليا وصلنا إلى القدرة الاستيعابية القصوى في فترة زمنية قصيرة جدا. نعم، إذن بين السنوات المختلفة هناك زيادة كبيرة جدا بعدد المسافرين ليصل إلى 17 مليون مسافر في السنوات الأخيرة، وبسنة 2017 نصل إلى 20 مليون مسافر، من 17 مليون مسافر 2016 إلى ما يقارب 20 مليون، أي زيادة كبيرة جدا بين السنة واحدة والأخرى لنصل إلى القدرة القصوى التي تم التخطيط لها في إسرائيل. أي عمليا تطوير هذا المطار أدى إلى زيادة كبيرة جدا وإلى تطور شبكة المواصلات الجوية في إسرائيل، وأيضا إلى قدرة الاستيعابية للمطار لتصل لقدرته القصوى. إذن هيئة المطارات تدرس عمليا إقامة مطارات أخرى في البلاد. المطارات الأخرى معدة في شمال البلاد وفي جنوبها بالأساس. إذن سلبيات موقع مطار بن غوريون كما تحدثنا، هناك ضرر كبير جدا بالسكان المقيمين بالقرب من مدرج الإقلاع والهبوط بسبب الضجيج الهائل وكذلك التلويث، وكذلك بسبب مخاطر تهدد سلامة السكان. إذن عمليا موقع مطار بن غوريون في مركز البلاد بالقرب من المراكز السكانية، إذن الأحياء القريبة من المطار عمليا تتعرض إلى ضرر كبير جدا من حيث الضجيج والتلويث وكذلك خطر بسبب خطر التي تحدثه الطائرات في هذه المنطقة. كذلك بسبب توسيع المطار خصوصا في مشروع مطار بن غوريون 2000، هناك مصادرة أراضي واسعة للمشروع بسبب عمليا المعدة هذه الأراضي معدة لتطوير المشروع نفسه وكذلك تطوير خدمات وبنى تحتية مصاحبة لتطوير المشروع مثل تطوير شبكة المواصلات. لذلك عمليا الأراضي المحيطة بالمطار تعرض عمليا إلى عملية مصادرة من أجل تطوير المشروع وتطوير البنى التحتية المرتبطة بمشروع مطار بن غوريون 2000، مما أدى عمليا إلى قصور كبير جدا في الأراضي المحيطة بالمطار وإلى صعوبة بتوسيع المطار في المستقبل، لأن لم يعد هناك أراضي أو احتياطي كبير من الأراضي المعدة لتطوير المطار. إذن أيضا المطار، وجود المطار في مركز البلاد في أهم منطقة حيوية منطقة سكانية بالبلاد، إذن المطار يخدم عمليا مركز البلاد أو الثقل السكاني الأكبر للبلاد، أي مركز البلاد، بينما عمليا هو من الصعب أن نقول أنه يخدم المناطق الهامشية، لأن المسافرين من المناطق الهامشية بحاجة إلى سفر طويل للوصول إلى المطار. إذا المطار معد بالأساس إلى السكان الذين يقيمون في مركز البلاد، وهذا يدعم عمليا اللامساواة عمليا من ناحية الخدمات لجميع أنحاء السكان في الدولة. إذن أيضا المطار بسبب كونه في مركز البلاد التي هي منطقة تعاني من اختناقات مرورية كبيرة، العديد من السكان الذين أو المسافرين الذين يصلون إلى المطار للوصول إلى الرحلات الجوية يستخدمون شبكة المواصلات في منطقة المركز، وهذا يؤدي إلى عبء كبير جدا على شبكة المواصلات في مركز البلاد، ومما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة وخصوصا على شارع تل أبيب القدس وعلى شارع تل أبيب شمال البلاد وكذلك جنوب البلاد،
مما يؤدي إلى ازدحامات مرورية ضخمة جدا وكبيرة في ساعات الذروة في الأساس. إذن هناك تفكير عمليا لبدائل لمطار بن غوريون بسبب هذه السلبيات التي تحدثنا عنها، بسبب قصور الأراضي الفراغ في المنطقة، وبسبب الازدحامات المرورية، وبسبب عمليا اللامساواة الحيزية. إذن هناك تفكير لبناء مطارات أخرى أو بدائل لمطار بن غوريون. إذن ما هي البدائل المقترحة عمليا؟ إذن هناك عدة اقتراحات، منها إقامة مطار في نيفاتيم بالنقب، في منطقة شمال النقب، هنا بمنطقة نيفاتيم. هناك تفكير لإقامة مطار جديد، مطار دولي جديد عمليا يخدم البلاد ويشكل عمليا داعما لمطار بن غوريون. أيضا هناك تفكير أو هناك خطة لإقامة مطار دولي في منطقة تمناع، هنا في منطقة رامون، وحقيقة أن هذه الحقيقة أصبحت قائمة على أرض الواقع، لأن المطار افتتح في السنة الماضية ويعمل بشكل جيد. إذن عمليا هذه مطار إقامة مطار في تمناع ومطار مرامون هي حقيقة واقعة، واليوم المطار يعمل بشكل جيد. البديل الثالث أو الخطة البديلة الثالثة هي إقامة مطار دولي في مرج ابن عامر في شمال البلاد، هنا في منطقة شمال البلاد، إقامة مطار هنا في شمال البلاد، وهذا هو المطار قد يشكل عمليا مطار داعم لمطار بن غوريون وكمطار دولي آخر يخدم البلاد ويقلل من العبء على منطقة المركز. إذن عمليا هناك عدة بدائل لمطار بن غوريون: إقامة مطار في منطقة الجنوب أو في منطقة شمال النقب، إقامة مطار في منطقة الجنوب البعيد، وإقامة مطار في منطقة الشمال. قد تكون هذه بدائل محتملة وواقعية في المستقبل. إذن اعتبارات موقع مطار رامون، وهو المطار جنوب البلاد كما تحدثنا سابقا، هنا الاعتبارات التي أدت لاختيار مطار رامون ليكون مطار دولي. إذا على بعد ما يقارب 20 كيلومتر من إيلات، ومعدلات جوية الداخلة والخارجة بدلا من مطار إلى، هناك عدد كبير جدا من السواح القادمين للبلاد للوصول إلى مطار للوصول إلى إيلات من أجل الاستجمام. اليوم هذا المطار يوفر عمليا بديل لمطار بن غوريون للقادمين إلى الاستجمام في منطقة إيلات، لأن البعد قريب جدا لإيلات، وهذا المطار يعتبر مطار كبير جدا حيث معدل الرحلات الخارجية والداخلية أيضا، ومن هناك يمكن الوصول إلى إيلات والاستجمام في هذه المناطق وتطوير السياحة في المدينة بشكل أفضل. مطار بديل للرحلات الخارجية إلى مطار عفداء، وهو المطار غير المتطور الموجود في منطقة شمال منطقة النقب. اليوم هذا المطار الدولي المجهز بشكل جيد يشكل بديلا لمطار عفداء التي كانت تصل إليه الرحلات الجوية المعدة لإيلات في الأساس. أما أهداف إقامة هذا المشروع، إذا إقامة مطار في هوامش البلاد الجنوبية الذي يخدم المجموعة السكانية في جنوب البلاد، وخصوصا لدعم مدينة إيلات، دعم مطار بن غوريون في حالات الطوارئ، بحيث في حالات الطوارئ أو توقف مطار بن غوريون عن العمل هناك مطار بديل يمكن أن تصل إليه الرحلات الخارجية، وذلك لاستمرار التواصل مع العالم الخارجي، والتقليل من الضرر بسكان إيلات. كيف هذا؟ في إيلات عمليا كان عمل هناك مطار آخر، وهو مطار إيلات الداخلي الذي كان موجود داخل مدينة إيلات، وكان يشكل المطار في داخل مدينة إيلات أو المطار القديم في داخل مدينة إيلات كان يشكل عبئا كبيرا جدا أو ضرر كبير جدا للسكان من ناحية الضج وغيرها. نشاهد هنا في الصورة أعزائي الطلاب الطائرات التي كانت تصل إلى مطار إيلات، ونلاحظ أن الطائرات تنزل في المطار القريب جدا من المناطق السكنية الذي يشكل عبء ومخاطر وكذلك تلويث المنطقة هنا، ولذلك مطار رامون يشكل بديلا لهذا المطار بعيدا عن المراكز السكانية في مدينة إيلات، والذي يقلل العبء عن السكان وكذلك السواح في المنطقة. إذن احتجاج السكان على إغلاق مطار مدينة إيلات. إذن تحدثنا عمليا أن إقامة مطار رامون على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة إيلات يشكل بديل لمطار إيلات، لكن بالرغم أن هذا المطار يشكل بديلا أيضا من ناحية الإزعاج ومن ناحية التلويث لسكان إيلات، لكن سكان إيلات هناك نسبة كبيرة جدا من سكان إيلات يعارضون أو عارضوا عمليا إقامة مطار رامون
على حساب المطار الداخلي لمدينتهم. إذن ما هي اعتبارات الاحتجاج للسكان هذه المدينة؟ واحد، أن الإغلاق يضر بسكان مدينة إيلات الذين يسافرون أسبوعياً لمدينة تل أبيب. نعم، أن هناك العديد من السكان في إيلات الذين يعملون في مركز البلاد ويسافرون بشكل أسبوعي إلى مدينة إيلات، مدينة تل أبيب. عملياً هذا الأمر يؤدي إلى تشكيل عبء يضر بهم، لأنه الآن يحتاجون إلى السفر ما يقارب 20 كيلومتر إلى مطار رمون، ومن ثم السفر بالطائرة إلى مدينة تل أبيب الذي يزيد من فترة السفر إلى تل أبيب. موقع المطار الجديد بعيد من المدينة يرفع سعر الرزومات السياحية لها بسبب الحاجة للمواصلات مكملة، لأن في السابق المطار كان موجود داخل مدينة إيلات، وكانت عمليا الوصول إلى أنحاء المدينة سهلة جدا. أما اليوم نتحدث نحن عن مطار رمون الموجود بعيدا عن مدينة إيلات، لذلك بحاجة إلى سفر مكمل الذي يزيد من الأسعار. صعوبة الوصول إلى إيلات بسبب الضرر بأهم مورد اقتصاد المدينة وهو السياحة. إن صعوبة الوصول إلى إيلات قد يسبب ضرر بأهم مورد اقتصادي. نتحدث هنا عن أن المطار بعيد نسبيا، بعيد نوعا ما عن المدينة، وهذا قد يضر بقطاع السياحة، لأن قسم كبير من السياحة الوافدة إلى إيلات هي سياحة داخلية، وغالبية السياحة الداخلية كانت تصل إلى تصل إلى المطار الداخلي في المدينة بسبب بعد أو نقل المطار إلى منطقة أخرى، عملياً قد يؤدي إلى انخفاض بأعداد السواح، وقد يضر بأهم قطاع سياحي في أهم قطاع اقتصادي في المدينة وهو قطاع السياحة. إذن هل دولة إسرائيل بحاجة لمطار دولي إضافي كبير؟ إذن مؤيد، هناك أعداد مسافرين كبير، وهناك زيادة بأعداد مسافرين إلى مطار بن غوريون، خصوصا في مواسم الذروة أو مواسم السياحة أو في فصل الصيف. تحتاج الدولة لمطار إضافي في وقت الحرب، لأن الدولة لا يمكن أن تعتمد على مطار واحد، لذلك يجب أن يكون مطار بديل في فترات الحرب. وهناك بناء مطار في هوامش دولة لتطوير هذه المناطق، أيضا بناء مطارات في الهوامش يطور المناطق الهامشية. أما المعارضين فيدعون ذلك، أنه لا حاجة لدولة صغيرة بعدة مطارات تستهلك مساحات كبيرة من الدولة وتحتاج إلى تكلفة هائلة لبناء مطار واحد، وكذلك قد يضر بالمساحات المفتوحة والمناظر العذراء والمناظر الخلابة في الدولة الصغيرة نسبيا. اعتبارات إقامة مطار نيفاتيم في شمال النقب بالقرب من بئر السبع. إذن الإيجابيات أن بعيدة عن المراكز السكانية، وبنى تحتية متوفرة، وهناك تطوير اقتصادي لمنطقة النقب، وتوفر المساحات وإمكانية الوصول عبر شارع رقم 6 القريب من المطار. إذن عمليا هذه الإيجابيات إيجابيات لإقامة مطار في منطقة نيفاتيم، لكن سلبيات، بعيد عن المراكز الاقتصادية الحيوية في البلاد، وإمكانية الوصول إلى منطقة المركز غير جيدة. هناك معارضة من الجهات الأمنية وخصوصا جيش الدفاع والسلاح الجو القريب من المنطقة، أيضا قريب من المفاعل الذري في ديمونة، قد شكل تهديدا لهذه المرفقة الحيوية وضرر بالأراضي المفتوحة والمحميات الطبيعية المنتشرة في تلك المنطقة. إقامة مطار في منطقة مرج بن عامر مؤيدون لهذا الادعاء، أن إمكانية الوصول جيدة من المركز لأنه قريب من عنق المواصلات، وإمكانية توسيع المطار متاحة بحيث أنها تتوفر أراضي كثيرة. لكن المعارضون إقامة مطار على حساب أراضي الفراغ والمناطق الزراعية، ونسبة المتضررين من الضجيج كبيرة جدا. أما بالنسبة لإغلاق مطار سديدوف وهو مطار قريب جدا من مطار بن غوريون المعد عمليا للرحلة الداخلية وخصوصا منطقة إيلات، إذا المؤيدون لإغلاق المطار أن مناطق ذات أسعار عقارات مرتفعة ويجب استعمالها ليس فقط كأراضي للمطار، إنما استعمالها أيضا للعقارات. المطار يؤدي إلى أضرار بيئية وتهديد لسلامة المواطنين. أما المعارض لإغلاق المطار يجب مراعاة احتياجات سكان إيلات الذين يستخدمون المطار للوصول إلى منطقة المركز للعمل، وجيد جدا للسياحة لأنه يطور السياحة خصوصا في مدينة إيلات ومنطقة المركز، وعدالة اجتماعية بحيث أنه يجب عمليا منع جني الأرباح مقابل من قبل رجال الأعمال الذين سيستثمرون الأراضي لتطوير العقارات والمرفقات الأخرى، والأحياء جديدة تشكل ضرر كبير للبيئة. أعزائي الطلاب، شكرا لكم لإصغائكم
ونلقاكم إن شاء الله في درس قريب. إلى اللقاء إن شاء الله.